مرحبا بكم في المنصة المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تعد المنصة المائية قاعدة معلوماتية شاملة تهدف إلى تزويد أصحاب القرار والمختصين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأهم المعلومات المتعلقة بالمياه في دولة الإمارات لتوظيفها في التخطيط الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي، لتجسد التزامنا بالمحافظة على الموارد الطبيعية والحرص على إدارتها بصورة مستدامة. تتكون المنصة من الموسوعة المائية، المكتبة الرقمية، التطبيقات الجيوميكانية، وواجهة المعلومات المائية. تحتوي الموسوعة المائية مجموعة من الفصول، كل فصل مرتبط بموضوع محدد كالمناخ والتضاريس، المياه السطحية، المياه الجوفية، مصادر المياه غير التقليدية، أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. والمكتبة الرقمية والتي تعد نافذة لتجميع ومشاركة الوثائق والمصادر المعرفية المتعلقة بالموارد المائية كالتقارير والأدلة الفنية، الخرائط، الأخبار، الصور والأفلام، الأبحاث والدراسات. أما التطبيقات الجيوميكانية فتمكن المستخدمين من الاطلاع على بيانات المياه ذات الطبيعة المكانية من خلال مستكشف الأحواض المائية، تطبيق السياحة المائية، تطبيق السدود. وتقدم واجهة المعلومات المائية عرضاً لبيانات ومؤشرات المياه المتعلقة بالمياه المحلاة، المياه المعالجة، حصاد المياه، الميزان المائي. وتسعى المنصة المائية لتكون نظاما متكاملا لمشاركة وتبادل بيانات ومعلومات المياه من قبل الهيئات والجهات المعنية لتعكس وضع الموارد المائية في الدولة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المنصة المائية. شكرا لكم.